اختارت رابطة الأندية المحترفة هدف الكاميروني جوزيف جوناثان لاعب نادي مودرن فيوتشر في شباك سموحة كأفضل هدف في الجولة 14 من دوري نايل. ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عبر موقع فيسبوك فيديو للهدف معلقا عليه بتسديدة صاروخية من ركلة حرة. جوزيف جوناثان هو صاحب هدف الجولة 14 من دوري نايل بتصويت الجمهور. يفتقد فريق طلائع الجيش جهود الثنائي موسى دياوارا وحميد ماو في مواجهة الداخلية بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مباراة فاركو الأخيرة، ويستعد الطلائع لمواجهة الداخلية في 14 الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 15 لمسابقة الدوري المصري.